ايوا سيدي، احنا قلت لك راه من 63 وانا في هذه الحرفه، والمعيشه هي هادي، ما عندي جوج ديال الدراهم. ايوا البركه، ايوا داكشي اللي كاين، عايشين بالبركه وصافي. حتى من صغار حنا ساكنين في فندق نابو، ودخلت ليها ما عندي ما ندير، دخلت ليها وهادي هي الحرفه. ايوا اش غنقول هذا السي بوجهيبه، حنا كنشوف القضيه كي دايره ما شاء الله وصافي. انا هو اللي كبرت خوتي، انا بحال انا قريت سميتو ما خدام ما والو، تندفع السيفيات والو، ما كاين لا خدمه لا والو في هاد البلاد هادي. البطاله مره البريكولات وصافي، سيكليس مره كل مره واش على حال سميتو بينا ما بين العون، ولكن الغلب الله ما تشوف ما والديك انت ما قدرتيش تعاونهم، والله يحسن العوان وصافي، فهمتي؟ ما تيبقى فيك الحال، تتكون نعس بحال هكا، تتكون نعس بحال هكا، وتشوف والديك ما وفرتي لهم والو، وما ضربوا عليك حتى مهره، وما سميتو، وما قدرتيش تعاونو بوالو. تدفع شي وزين ولا شي واحد كما كان، تدبر على راسك، تدخل ولد فلان قبل منك، واش اللي كاين؟ هادشي اللي عطا الله. حتى واحد من بعدك اخويا المغرب كله، انت تشوف كاين البطاله بزاف، ولكن في مدينه الصويره بزاف. تنطالبوا شي واحد الا بيساعدنا السي القطاع، حنا راه مضرور، وحنا حاقرنا المخزن وحاقرنا كل شيء، محقورين. مشينا لعند مول العلفي ردفنا الدعم ديال العلف، ما استفدناش منه. اولا ديال كورونا ما عقلوش علينا، ديال داك العلف الالاف ديال الدوله حتى هي ما عقلوش علينا. ما كانت تلقاو حنا 5 دراهم، وتخرج هنا تبي تهز 2 دراهم ولا 3 دراهم، يوقف لك البوسي 150 درهم ما يعقلش عليك. قدمنا ليه مول الطاكسي يجي يتعلم فيك الهضره، مول السنو البوليس قال لي روندي لينا النمره. خرجتي من باب من هذه الساحه هذه اللي كتشوف، الا دخلتي بشي دويره عندك شي 50 درهم يجي يوقف عليك يقول لك خرجي القانون ديالك، راه حط 150 درهم راه الوراق يبقى يجرجف فيك. وحنا راه لا اله الا محمد رسول الله، راه ما تلينا عفنا فين عطوا الراس. وهادشي اللي عطا الله، هادشي اللي صورنا حنا راه كنعطو لهم، كنعطو لهم الدوبل. تهود انت بتصور 350 درهم في هاد لوتوروت، تخدم فيها سيمانه وتعطيها لي هو في قسم تاع المكانه. كاع الدراري راه كاع مضرورين، كاين اللي كاع ما عنده بالطا باش يتعشى، وكاين دابا كيمشي والله جاي من البلاد ما عنده الله خلاه الدري في الدار وجاي بيترزق، تيصدقوا 150 درهم. والله الا قال لك يخلي كل شيء ويجي يتسلفها، كيخليه تما عندهم يقول له ما عنديش، يقول له سير جيب ما عجبك، ولا غيتلقاه في الفوريان 15 يوم، والعاود كياكل 50 درهم في النهار، يدخلوه لك توا تما تقعد تطلب، تعود واحد يقيسك الواحد بحال الكره بحال الميكازا، واحد يقيسك الواحد ما تعرف ما تهضر كاع، كله يقول لك سير عند هذاك انا ما شدتكش عند الاخر، انا ماشي انا اللي هذا سير عند الاخر. بزاف هادشي بزاف، البونتاج حتى هو يجي يتكرفس عليك، هذه ما دايره هذيك ما دايره، انا عندي باش ندير، انا كاع ما عندي ما ناكل، انت كتقول لي صح جيب كوتشي زين جيب عاود، انا كاع ما عندي بان ندير القوت للدراري كلهم ما كاينش واحد انا اللي ما عنده عائلات، كلشي راه مضرور. ولا اله الا الله، راه شتي كيتلبق بنادم، يتلبق من هنا يتسلف شويه من هنا الناس راه صابرين وكيتعاونوا مع الوقت، وراه ما خلاوكش هكاك وما خلاوكش، ما هنوكش باش تاكل داك الطرف تاع الخبز، ما هنوكش اش بيدير دير بيد مشي تسرق. ماشي حنا ماشي ولاد هذاك المستوى باش نسرقوا، وما عندناش كاع هذاك كل جبان، عندنا عائله وعندنا وليدات، ما تقدر دير هذيك الحاله، ما يمكنش مالف كترزق ما خلاوك. بحال انا بحال هو بحال كلهم، ما عندهم عائلات، كلهم ما عندهم مصروف، كل شيء العلف غالي، التبن غالي، كل شيء غالي. ها؟ العلف سيدي الزرع كيدير 4 دراهم دروك الكيلو واحد، 4 دراهم. التبن كيدير 30 درهم للخنشة، الفصة كدير 70 درهم للبالا ديال الفصة. شحال كيكونسومي لك العود؟ ياكل 50 درهم في النهار العود، كياكل 50 درهم العود، ماكسيمو 50 درهم، وزيد على لاسورانس وزيد على لاكريس وزيد على داك، راه كاين الصيف هادشي 100 درهم كتموت على الكلشي، خدم ولا جلس،
100 درهم كتموت عليه غادي غادي الصير. والوقت عيالنا ما كاين ما يدار لا صورانس وكل شيء. لا صورانس ب 21000. هنا المهم مصاريف عندنا كل شيء، حنا عندنا عائله، عندنا حتى حنا كاريين، وعندنا وليدات، وعندنا كل شيء. ما كاينش واحد هنا اللي ما قالش ما عنده عائله. كل شيء هذو ولاد عائله، كل شيء ولادهم بديورهم بوالديهم، اللي ما كيصرفش على والديه ولا على ولاده ولا كيصرف على راسه، ما يتقلدش معاه. الناس كاريه في تنعس وكاريين كل شيء. الناس الله يحسن العوان. واه مشينا جبرنا على 50 150 درهم وجنا عليهم، خلصنا وشدينا البروسي. قال لك اسيدي علاش وقفتي؟ انا غادي ما بيا ما عليا، توقف لي البوليسي. قال لك اودي عندك 150 درهم. هاد 150 درهم انا ما عرفتها ديالاش. قال لك اودي على الوقفه. ملي تناقش معاك قلت له اودي هاد 150 درهم ديالاش. قال لك اودي على الوقفه اللي وقفتي. واش انا واقف كنترزق الله وجيت تخلص 150 درهم وانا مصور 150 ريال؟ هو ثلاثه البلايص 150، خلصت 150 درهم. الا ما خلصتهاش؟ الا ما خلصتهاش نمشي للفوريان. كنمشي للفوريان كتاخذ 15 فوريان، كيجلس لك العاود كتسير عليه وكتخلص الفوريان وتخلص 150 درهم. شحال كتولي؟ كتولي كتلعب 50 فرانك. الناس الناس المسؤولين راه ما عادينا غير الدق. حنا الناس الدراوش وداكشي كلاو العصا، الناس المساكين وكلشي كلاو العصا، ما كاينش هاي. حنا صابرين، ما تلينا حملنا كاع حتى شي حاجه، ما تلينا اي حاجه بينا نديروها، ما عندنا ما نديرو. حرفتنا هي هادي. 30 عام وانا في هاد الحرفه هادي، كبرت ولادي في هاد الحرفه وكلشي. راه الناس كيعرفوني حريفيه كلشي، راه خدام. انا عندي حتى الرخصه ماهيش ديالي، راني غير خدام 30 عام وانا خدام. ايوا اللي عطا الله هو هذا. هو اش نقول لك، هو من 9 ديال الصباح وحنا جالسين، والوقت شويه عيانه، ويلا بنت ديك الكرسه هي هذه مسفله. او دير خدمه شويه، الوقت شويه كلشي غلا تبارك الله. الزرع غلا، التبن غلا، كلشي غلا، ولكن ما يدار. و حتى فين الدور ما كاين، قطع واحد اللي عندنا هو لو تولوت. وباب تكون عيد ليدر، انت كتشوف من 9 ديال الصباح حنا جالسين. يلاه وصلت النوبه دابا، يلاه بالنسبه لها بدي كورسه، ولكن هذه الكيمه هذه ما تعقلش عليك. هذه الربعة العشيه، هذه الربعة قريب العصر، ومن 9 ديال الصباح حتى الربعة العشيه. يلاه بالنسبه لها دابا، يلاه بين ديا وفي العشيه اش بياكل هذه الكيمه هذا اش بياكل؟ يلاه وراه الا جلستي تاكل 50 درهم، تاكل 50 درهم بالصغير. بارك الله اسماعيل، الله يبارك فيك اخي. ما صوراش احنا جالسين دابا، احنا حتى 300 ولا 400 ما صورنا دابا احنا جالسين. بالنسبه للمخالفات هذاك الشيء راه بلا ما نهضروا عليه، داك الشيء بلا ما نهضروا. المخالفات ما خشي منهم، يديروا معنا عندنا شي حال ويقدوا لنا هذا الشيء. احنا الولد صوروا هذه البلاد، ماشي برانيين، واش فهمتي؟ حتى احنا نعيشوا بحالنا بحال الناس، حتى احنا واش فهمتي؟ هذا القطاع هذا شويه محقور، واش فهمتي؟ هذا القطاع هذا ديال الكوتشه شويه محقور. فهمتي دابا قلت شويه دابا مع هاد الكورونا، مع هاد المرض دابا فهمتي، داكشي علاش قلت السياحه. وكنتمناو كنتمناو كنتمناو يديروا معنا شي حل، والله سبحانه وتعالى يسر الامور ويديروا معنا شي حل، حتى حنا باش حتى حنا نتسموا بالله راه خدامين ولاد البلاد وعايشين معنا. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.